بعدين ما لك ما خطر على بالك تسألني مع مين تغديت ومين الجمعة اللي كانت معك. بدك تأدي على كرسي هزاز، ايه الخطة الجديدة رح تهز كيانك هز سبعة ريختر. اها يلا عضة يا عيني. يا سلام. ايوه شاطرة. شكرا يا حبيبي شكرا. يلا كمان وحدة. ها خلص ما عاد في ابدا. شو خلاص ما بصير، غزيلي حالك هلا انت حامل، الحبلة والمرضع حبيبتي بياكلوا قد أربعة. ايه وصل الاكل لحلقي، ما عاد في بدك يعني اتضايق؟ لا سلامتك لا تتضايقي، انت كلي وانا بتضايق عنك. حبيبتي مهوشتي شو بدي اقول لك روحي، يعني رفيقتك هنا وجوزها صرنا زمان ما شفناهم، ما عاد اجوا لعنا ما عاد رحنا لعندهم، ليش؟ الجمعة الماضية كانوا عنا. الجمعة الماضية؟ جمعة يعني سبعة ايام يعني هدول يعني 168 ساعة يعني هدول. شو صاير شاطر بالحساب؟ خلينا نروح لعندهم، اشتقت لهم كثير. قصدي اشتقت لقعدتهم الحلوة، قصدي اشتقت لنور عيونهم. مو نور عيونهم اثنيناتهم، نور عيون جميل بس. جميل بس؟ حلوين عيونه ما هيك؟ ما دققت فيهم. معناتها قومي ندقق فيهم، بجوز يكونوا ما حلوين، أنا رايح ألبس وأرجع. تعود ما في روحة. ليش ما في روحة؟ لا تكوني مزعلتيها لرفيقتك هنا. ها اوعى زعلي كل رفقاتك إذا بدك إلا هنا. ليش هنا؟ لأنه عيون جوزها حلوين كتير. طمن مالي زعلانة منها، بس هنا مو فاضية لنا، قاعدة عن جارتها أم محمود لأنه إجتها الجلطة. أخذت إجازة أسبوع لتقعد معك. جلطة؟ قلبي. ليش عم فكر وتعب حالي؟ ليجي الكرسي الهزاز فكر وين بدي أحطه؟ لو متصل بمها وشوف منين جايبته بديش. نايم شوف مين؟ على عيني. ألو؟ مساء الخير أستاذ نعيم. أهلين. يا مساء النور، يا مساء الخيرات والليرات. دخيلك الحقيني، دخيلك الحقيني. يا خير خير أستاذ نعيم، في شي؟ قلبي قلبي. سلامة قلبك أستاذ نعيم، شو قصة؟ قلبي انجلط. بعيد الشر عنك أستاذ نعيم، حاجتك مزاح. يا ريت تكون القصة عن جد. نعيم مع مين عم تحكي؟ نيالة، نيال قلبك. منو هاي؟ يلي انجلط قلبك. لك مع مين عم تحكي؟ هات لهون. الو اهلين هنا. ما شوفوا جوزي، ما بتعرفي ما بيبطل عادته؟ بعرفه بس اليوم طلع فن جديدة. قصدك الجلطة ما هيك؟ ايه عم يتمنى تجي الجلطة. تصوري حزري ليش؟ قال مشان تاخذي اجازة وتقعدي جنبه مثل ما عم تقعدي مع جارتك ام محمود. ليش قلتي له انه انا دكتورة؟ قال بيكفي طلع بعيونك بيطيب. انت شلونه وشلونه جارتك محمود؟ بكره رح تجي على الدوام؟ اي ان شاء الله رح انزل على الشغل بكره. خبريني مها صار شي جديد بغيابي؟ ايه عظيم. شو بدي اقول لك، انت منين مشتريه الكرسي الهزاز تبعكم؟ يعني فيكي تروحي معي وتدليني على المحل؟ وبديش اخذتيه؟ ما كتير غالي. لا بس لاني ناوية اشتري كرسي هزاز، لانه كمان بدي غير ديكور البيت، صار لي زمان ما غيرته. عيني عيني بانوا عليك الامان، طالع هالمصاري اللي مخبيتيهم طالعيهم منين يا حسرة؟ صحيح جوزي مدير بس مدير على الفاضي، لا بهش ولا بنش. لكان منين بدك تغيري ديكور البيت؟ رح اقول لك بس لا تقولي لحدا. يا ستي هي جارتنا ام محمود، هي اللي اجت الجلطة ربحت الجائزة الكبرى باليانصيب نصيب 3 ملايين. عم تحكي جد؟ طبعا جد، وباعتبار انه انا وجميل نحن اللي شلناها بمرضها فاكيد ما راح تخجلنا وراح تعطينا مصاري مشان الديكور الجديد. ايه الف مبروك. يلا يبارك فيك يا رب. اسمعي لقلك اسمها صايره وصايره، غيري عفش البيت كله. لا صار هيك كتير، منكون عم نتقل دم عليها. بعدين بيقول المثل اذا حبيبك عسل لا تلحسه كله، ما حلوه هيك. بعدين بعدين بطلب منك كل هالشغلات. لا بعدين ولا قبلين، بدك تطلبي وتطلبي طلبي بفرد مره. هيك قلتي الك دق الحديد وهو حامي. اي والله معك حق. هذا انت شو بدك؟
اشتهيت لك صحن هالستاتي تحلي درسك فيه. هاتي. ما بيمشي الحال هون ام محمود، افتحي لي. هاتي. والله ما تعذبي حالك ام محمود. تذوقيهم هلا ام محمود ولا حط لك اياهم بالبراد للعشاء؟ حطيهم بالبراد. ايه تكرم عينك. ايه لساتهم مثل ما هن المحشي، ما لا دائرتهم. ولي خلعت ايدي البراد. يلا مع مصاري خيرات الله. اكيد ما لا جايه مشان الستاتي، اكيد جايه تطلب شي طلب، بعرفها طول عمرها شحاده هي وبنتها. ام محمود هي صاروا ستاتي بالبراد. ام تحسي ما كان في داعي تعذبي حالك. لا يا ام محمود، اي انا مالي قلب اكل لقمه ما ذوقك منها. كريمه طول عمرك كريمه. اي ما في حدا كريم من بعدك ام محمود. شكرا. ما بتصور يا ام محمود قديش فرحت لك بالجائزه، صدقيني كاني انا اللي ربحتها. ام تحسين قلتي لحدا شيء انت؟ لا ابدا. اوعيك ها، برافو عليكي. ليش ام محمود مالك ناوي تخبريهم؟ بيفرحوا لك كثير. لك ما بدي حدا يفرح لي، بكفي انا فرحانه، اذا دريوا العالم ما بخلص منهم ومن طلباتهم الغانم اللي بده يمد ايده ويكسرها ويشحد عليها وعلى هاتي، ايش بدي لحق للحق انا؟ ايه معك حق، ما بتقدري تلبي كل الطلبات، لبي طلبات المقربين بس. بلشنا. اختي ام محمود في موضوع بدي افتحه معك ومستحيه. اذا مستحيه كثير لا تفتحي. هو الموضوع ما كثير بخجل، وخاصه اني راح احكي لصديقتي وحبيبتي ام محمود. هلا صرت صديقتها وحبيبتها؟ سبق وقلت لك انه ابو تحسين طلع على التقاعد وجاي على باله يفتح دكانه صغيره مشان يسترزق منها. شو بده بالدكانه؟ ما راح يجي منها غير وجع الراس. يعني منه بيتسلى فيها ومنه بيطالعوا لقرشين يعينونا. جوزك خدم عند الدولة 30 سنة وصار لازم يرتاح ما يشتغل، وإذا مشان التسلاية سلي أنت لعبي معه بالبعصرة بيتسلى، مرة غلبي ومرة خليه يغلبك. هو صحيح اللعب بيسلي بس ما بيطعمني خبز، يعني بتعرفي معاش التقاعد ما بيكفي. ليش ما دريتي؟ بشو؟ من حوالي 10 أيام سمعت بالراديو إنهم رفعوه للسقف شيء التقاعد، يعني معاش جوزك رح يرتفع. إيه وأنا كمان سمعت، بس معاش جوزي ما رح يزيد لأنه رفعوا سقف التقاعد للي بده يتقاعد هلأ، وجوزي صار له شيء 6 أشهر متقاعد. الحق عليه، كان يضل بالشغل هالكم شهر. يا أم محمود أنت كريمة وقلبك كبير، ونحن ما رح نتقل دم عليك كتير، كل اللي طالبينه وحق محل صغير لأبو تحسين يفتحوا دكان تسماني، ومدعي لك إن شاء الله كلياتنا ليل نهار. بس هيك غالي والطلب رخيص. الله يغلي مقدارك، ولا تحسبي إنه رح ناخدها منك شحادة. لا الله يبارك لك بمصرياتك، نحن رح ناخدها دين ومن مسحوب المحل منوفيك إياهن. شو قلتي؟ قديش بيطلع حق المحل اللي بتكون تشتروه؟ يعني على هوا كبروا موقعه. يعني قديش؟ أبو تحسين عم يقول نص مليون بدبر حاله. بس محل اسمانه بنص مليون؟ في بملايين، بس أبو تحسين ما بده يحط على قلبه ديون كتيرة. من حقه، ما في أصعب من الدين، اسأليني إلي، هم بالليل وزل بالنهار. هذا إذا كنا بدنا نتدين من واحد غريب مو منك. مني؟ منين مني؟ من الجائزة اللي ربحتيها. ريتك عندها. ليش وين راحت؟ فتلت تليفون لابني بخور فكان بشره بالجائزة، اللي بعتي لي المصاري ماما، بده يبطل تاري الإنتاج ويفتح فيهم سوبر ماركت كبير، بده يعبي الأشكال وألوان وبده راس مال كبير. قمت بعثت له يا هون. امتى؟ اليوم هلا من شي ساعة، مدري من 5 دقايق ونص، الله أعلم. حق علي، كان لازم أفتح لك موضوع محل أبو تحسين من وقت اللي أجينا. طبعا حق عليكي، لو كنتي حاكي كنت عطيتك النص مليون انا قبل ما ابعت المصاري لابني بخور فكان يلي قبلها دبا وبعدها كلبه، مو كلبه كلبه كلبائي بنقطه اب اب يعني. ام محمود شو رايك تتصلي بابنك اللي بخور فكان وتقولي له يبعث لنا النص مليون؟ حاجته مليونين ونص. ما بقدر. ليش؟ اذا مشان اجره المخابره. تعي احكي من عنا. لسه مو قصه اجره مخابره. لكان قصه شو؟ ما بدك تدينينا؟ لا يا أم تحسين لا، زعلت منك، لا تقولي هيك، نحن جيران وحبايب، شلون ما بدي دينكم؟ كل اللي طلبتي نص مليون. بس القصة مو هون، القصة أنه بخاف أحكي مع ابني يقوم يزعل ويقول أني رجعت بكلامي وما بدي ساعده، أنا ما ببزق بالحق.
انت لا تحكي معه، انا بحكي معه بشرح له الموضوع، اكيد ما رح يزعل منك. لا شو تحكي معه، ابني ما بيحكي مع نسوان بيستحي. لا الحمد لله اليوم نفش ما خفص. لا اخذ ليا لام محمود قبل ما يشوفوا الاولاد. بروش منيح وحاجه تلتهي. يعني شو شايفني عم اعمل؟ ليكو حبيب هدي انا رايحه لعم طنط ام محمود درسوها. ايه بدك تطولي؟ بده شو فارقه معها؟ صغير بدي رضعك ببو. شوف طارق حبيبي ابوك نايم لا تزعجوه، واذا فاق وسال عني قول له رحت لعم طنط ام محمود. ايه يلا. حاضر ماما. انا مالي ببو، ام محمود هي الببو. منيح اللي ما شافوه. مرحبا ام تحسين، كيفك؟ كيفي؟ ايه الحمد لله ان شاء الله دائما. كيف ام محمود؟ اخر كيف معرمه. ايه الحمد لله كمان طمنتيني. شو لمين هالقلب الجاتو؟ لام محمود بعرف انه بتحب الجاتو ومساوي لها جاتو. بدك نصيحتي؟ شو حبيبي؟ رجعي على بيتكم وطعمي لاولادك احسن لك. ليش بقى؟ انا هيك عم انصحك، اسمعي مني بتصطفلي انت حره. شو هالنار هاد؟ على دق مين افتح لك؟ قلت لها ما معي مصاري شو رجعها؟ شو هاد يا دق مين افتح؟ دق مين افتح؟ هلا 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 هلا. مرحبا ام محمود، كيفي؟ الحمد لله. ليكي نقوا علي الاولاد لساوي لهم قالب جاتو، متساويت واحد لهم واحد الي. هاتي افتحي الباب لاعطيك اياه. هاتي. لا ام محمود انا بعطيك اياه بايدي، افتحي لي هيك احط لك اياه بالمطبخ. شو هالحكي معقولة يعني؟ صحيح ام محمود، شفت ام تحسين طالعة من عندك مزعوجة، شو القصة؟ يا لطيف يا هنا، هالام تحسين شو عينها جقرة وحسودة. ايه حسودة وما بتستحي. خير شو عملي؟ قال شو؟ جاية تدين نص مليون ليرة مشان تفتح دكان لجوزها. شو فاتحة بنك انا هنا؟ وشو قلتي لها؟ قلت لها بعت المصاري لابني اللي بخور فكان. لهيك ام تحسين طلعت من عندك زعلانه ام محمود، بس بتعرفي انت ما قصرتي فيها، معك حق، لانه هيك طلب بده هيك جواب. بس يعني بتعرفي ام محمود لو شلبنتها شوي كان فيها وما فيها. ايه يا لطيف، هالناس ما بترحم، اول ما بيشوفوا الواحد صار معه قرشين بهفوا عليه مثل النحل. الشاطر اللي بده يغنم اكثر والشاطر اللي بده يلحس اكثر واكثر. هنا شو ملحسه انا؟ مزبوط. بس ام محمود يعني اذا الله الواحد انعم عليه برشين حلوين ونضاف وتبعبح فيهم ما فيه شيء، اذا ساعد اخوه قرايبه جاره بشي معقول. مزبوط، بس المشكله انه كل واحد بيجي بيعمل حاله اقرب المقربين واحب المحبين، بتحتاري مين بدك تلبي. تلبي مزبوط ام محمود، بس الواحد دائما بينقي الغاليين عليه وبيعطيهم. مزبوط، بس الغاليين كتار. انا مثلا صحيح ما عندي قرايبين كتير، بس كل جيران البنايه غاليين علي وبحبوني. مو معقول لبي لكل واحد طلب واترك الثاني، يلي بده نص مليون والثاني بده ربع مليون والثالث مليون، ما بيصفي لي شيء. مزبوط، بس ممكن اصابيعك مثل بعضهم. صحيح كل الجيران بيحبوكي وبتحبيهم، بس في منهم بيحبوكي شوي وفي منهم بيحبوكي كتير مثلي انا هنا. مزبوط، بس مالك عين تعطي وحدة وتخجلي الثانية، هيك بتعملي تفرقة وبلبلة، وحدة بتدعي لك والثانية بتدعي عليكي، واللي كان بيحبك ببطل يحبك. مزبوط، بس إذا رح تخجلي الكل رح تخسري محبتهم كلياتهم وما رح تلاقي وحدة تدعي لك أم محمود. مزبوط، بس اللي بيحبني من قلبه مو معقول يبطل يحبني مشان كم ورقة، هيك بعرف محبي من عدوي. مظبوط ام محمود مظبوط، بس الموضوع حاجة مزمزيلي وتبسبسيلي، عليتي قلبي ونشفتي ريقي هنا. طيب لا تحكي، خليني انا احكي وانت اسمعي. بعرف شو بدك تقولي. شو فكرتيني مالي حاسه فيكم وبوضعكم؟ الله يكون بعونكم، اثنين موظفين ومنتوفين، بتتعبوا طول الشهر على كم ورقه، ما بكفوا لنص الشهر، اضرب انا يا هنا. مظبوط يا ام محمود، وعندكم ولدين بدهم أكل وشرب وكسوة ومدارس ودفاتر وكتب وأقلام ومحايات وشيء للرسم وشيء للعلوم وبواط للرياضة. الله وكيلك يا عم محمود، ما عملنا حلول، ما عملنا حلول. وبيتكم ناقص كتير والديكور بده تغيير، وجوزك مدير حوبة. حوبة؟ مزبوط.
مزبوط يا عم محمود، انت عم تحكي مزبوط يا عم محمود. انا بعرف كل شيء وحاسب اوجاعكم، وكنت ناوي اساعدكم شي 200 300 الف ليره تمشوا حالكم فيهم. بس شو محمود؟ مثل ما قلت لك، بعت المصاري لابني اللي بخور فتان. ايه محمود، هذا الحكي بينحكى لام تحصيل وام حركات وام سعيد، بس مو ايه شو قصدك؟ انا كذابه عم بكذب؟ لا ام محمود مو هذا قصدي، بس يعني ايه رجعنا للبس والمس والخس. شبك انا مالك بالعاده تاخذين تعطي، بعرفك غير هيك انا. معك حق ام محمود. شوفي حبيبتي، انا لا لحلف ولا رح دور، انا كل شيء طالبته منك 100,000 ليره بس لغير الديكور يلي عندي سارعتي، وانتي قبل شوي قلتي لي صار الديكور بده تغيير. مو تكرم عينك هنا، 100,000 مو محرزين. بس وينهم؟ يعني ما رح تدينيني ام محمود؟ هنا انت بتعرفي انك عزيزه وغاليه علي، بس مثل ما قلت لك انا بعت المصاري لعند ابني على خور فكان. بس بيت السبع ما بيخلى من العظام ام محمود، الا بتكوني مخبيتي لك شوي. ولا فرنك. هاي الاوضه قدامك، اوضه النوم. طلعي اذا بتلاقي قرش واحد خدي، اذا لقيتي بالبرهول. صارت الدنيا المساء، شلون تاركني نام لهلا؟ سويت اللي جاتو، مع اني قايل بدي اعمل ريجيم بس مصر على سياسة التسمين تبعي. تسمين تبغيل هي اسمها. انا خلصت ولا كمان خلصت طارق؟ شعيب نطلع لبرا نتفرج على التلفزيون، اسم انه اليوم الماما مو هون والبابا نايم. وين امكم؟ راحت لعند محمود شع عليها. خلصتوا دروسكم؟ تمام بابا، انا خلصت وفهمت لاخي كل ما ساله. لا تهكلم، الامور كلياتها جيده. اكيد. ها ايه، صار لها زمان امك رايحه؟ صار لها شي ساعتين. نعيمان بابا. على شو نعيمان؟ لاني متحمم ولا حالي. على الحمام ابنك بابا، وقت اللي غسل لك الدكتور ابنك طلعت المي من الاذن الثاني وحطيت ايدك عليها، لانه في نكته بتقول كان في واحد راح لعند الدكتور مشان يغسل له الاذن اليمين، عم حط ايده اليسار على اذنه اليسار وكبسها، فلما ساله الدكتور ليش هيك عم تساوي؟ قال له مشان ما تطلع المي من اذنه اليسار. تا 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 بايخه ولا؟ كم مره فهمتك لا تحكي نكت بايخه؟ بعدين مين خبرك انه انا بدي اغسل اذني؟ الماما. والماما مين خبرها؟ جارتنا ام محمود. وام محمود مين قال لها؟ ما بعرف، روح انت شق عليها واسألها. لك حاجة تسأليني واسألك؟ قلت لك ما معي يعني ما معي. شو ما بتفهمي انت ناناتيني؟ انا ما بتفهمي. لا عم بفهم ام محمود، على كل بسيطة بسيطة ام محمود، ما مشكلة، المال مالك وانت حرة فيه، بس من يوم ورايح لا انا بعرفك ولا انت بتعرفيني. لا انا بعرفك ولا انت. اسمعي لكان هنا، وتذكري في يوم من الايام انه ام محمود قالت لك هذا الكلام. دربي ست مايرت تاخذي معك قالب الجاتو اولادك اولى فيه. يلا اطلع اطلع. دربي ست مايرت قال شو بدها؟ 100,000 ليره لتغير ديكور بيتها؟ مو لغير ديكوري انا بالاول. شفت لي ريقي لروح اكل لي شي ستيتيه عليه هون. والأيام كل يوم بمعاني والدنيا في. يلا بابا، هاي تعشيت وخلصت دروسكم قوموا ناموا مشان تفيقوا على المدرسة. يلا رجيلي يلا. صباح على خير. وانت من أهله. صباح على خير بابا. وانت من عيلته دنقور. ناموا دغري. ها هذا اللي نابك من 3 ملايين. يلا ستبني، احمالنا عليها ضربة لازمة بسيطة. أنا فرجية. شو بدك تفرجيها؟
لك ما عاد تسألي لا عنك ولا عني ولا عن حدا، بثلاث ملايين بتشتري نص أهل الحارة. الحق علي، أنا الحق علي. لك الحق علي أنا اللي فكرتك عاملة جاتو إلي فات على ريحته طلع من عند أم محمود، وليش الحق عليكي غانو؟ حق علي أنا، أنا اللي ساويت لها السحر وخليتها تفوز بثلاث ملايين مو بمليون. سحر؟ أنو سحر؟ أنت ما بتعرف، أنا عطيتها سحر الأستاذ سعدان وقلت لها تخبزه وتوزعه على الجيران لأنه بيجلب لها الحظ، حق عليك لازم خلي لحالي. هنا كبري عليك، شو سحر وما سحر؟ لك هي كلها خزعبلات هي. لا مو خزعبلات، هلا السحر ما فكر لك عقدتك؟ مزبوط بس بس شو؟ والسحر كمان طيب للأم محمود رجلها؟ لا، رجلها أم محمود لساتها مكسورة. هي لساتها مكسورة بس خف الوجع، صار تتحرك أصابيعها وتمشي على رجلها بالعكازة. يا سيدي شيل رجلها لأم محمود، أم محمود ما ربحت الجائزة الكبرى، اللي كمان ما ربحت. هلا هلا من كل عليك مصدق انه السحر اللي خلاها تربح؟ لك تجننيني انت جميل. هلا بدي اسالك سؤال، اذا انت مالك مصدق هالشغله شو اللي اخذك لعند الاستاذ سعدان؟ لا مو انا اللي رحت، الاستاذ وسيم اخذني. اخذك ولا ما اخذك؟ استفدت ولا لا؟ لا استفدت. شفت؟ اخ على شيء سحر بس يخليني احقق اللي ببالي. شو اللي ببالك حبيبي؟ في صمام امان ما عم ينفجر معي، مشتهي اني افلعه فلع هيك يعني. عفوا بوم الصبح بطني تنطيق بكي بس عفني كان حدي بعد شوفوا شوفوا أنا شو ها؟ مقروفة إيدي برا؟ يقرف عبرك يا أم تحسين، هي آخر وحدة فاصلة على المطبخ، أنا فرجيكي يا أم تحسين الدبة. بيتك شو مأزية؟ الو خيال اعطيني امك، امجاد اعطيني امك، سهام سنحوكه اعطيني امك. ايه امك ام تحسين شو عامله بالبراد؟ مين بيعرف لك؟ مسكت البراد مين خالعه؟ برادي مين بيعرف لك؟ شوفي ام تحسين، انت اخر وحده دخلتي على المطبخ مشان تحطي القطايفات بالبراد، ما حدا فات بعد منك فهمتي؟ يعني مسكت البراد ما حدا خلعها غيرك. لا ستي ما كانت مخلوعه من قبل، قبل ما تجي كانت مثل الفله. اه كانت مسكت البراد صار سليم، بدك تصلحي مسكت البراد وعلى حسابك فهمتي؟ وقد أعذر من أنذر، وهذه المكالمة على حسابك بحفظ. لا أرجيك شلون الأذى. جميل يا جميل جميل، ما قلت لي شو الصمام اللي حابب تفجره؟ بلكي بساعدك بفتحه. جميل شو نمر؟ نعم زايد وزني حتى بهاي حظي هيك. والله اني لك
يبجر السما وانا ما كنت ابجره لام محمود هي وثلاث ملايين تبعوتها. لك يبعث لك قتلك انت التاني عم تعلق شهيد. انتو شو عم تعملوا هون؟ حاجتكم دبكم حميمكم. يبعث لك قتلك انت الثانية رقبتيني. بدي لم البرغلك دافع حقهم دم قلبي. يا الله لا يهنية بهالمصاري يخرب بيتها. بعد كل شي عملناه من شان استحونت تعطينا 100,000 ليرة لنغير فيهم ديكور البيت. قال شو؟ بعتتهم لابنها بخور فكان. كذابة وبتنلقى بصر ماي عتيقة. لو بصر لها تاخد كل مصريات ابنها ما بتقصر. يا لطيف يا لطيف أنا ما شفت هيك مرة بحياتي. وين بدي خبيهم؟ احترت حيرني زماني زماني. المصاري بتتعب مو انه ما بتتعب بتتعب. مصاري ناع الصرامي مو مزبوطة. لا مو من هون محل. لا انت خبيهم. اخ بس لو كنتي اكبر من هيك كنت حشتهم فيكي. الصوبيا بيتشحروا. ايه مو بيتشحروا ما بيفوتوا. هذه هي المنطقة الوسطى احشط في اسهر انا وياهن هون. روحوا ايه بسيطة يا ام محمو ولا عاستك. مثل ما خليتك تربحي 3 ملايين بكرة رح أعمل سحر لحالي واربح بدال 3 10. ولو بتطقي ما رح أعطيكي منهم ولا فرنك. صباح الورد يا أحلى وردي. صباح الخير. لا شغلي مبدأ انزعاج. عم نصبح بالورد مشان يكون نهارنا كله حلو. استاذ جميل مرة تانية برجع بذكرك أنا ما بحب هالحكي. ساوي لي فنجان قهوة. بقول له لدرويش لما يجي يساوي لك قهوة. طيب ديجي لعندي الأستاذ وسيم يا ريت تخليه يدخل فورا. حاضر. على فكرة إذا جابوا القهوة يا ريت تلكي إصبعتك فيها بلكي بتحلى. بس دمه خفيف.
الو ايوه انا اسفه ما بقدر اعطيك موعد الساعه 12 المدير عنده اجتماع بكره تكرم عينك باي مرحبا اهلا يا ريت يا انسه ورده تتوردي علينا وتدخلي لعند السيد المدير وتاخذي لي اذن بالدخول تفضل دغري هيك الاستاذ وصاني اول ما تجي تدخل لعنده فورا ولو انه انا هالمره كنت حابب اقعد معك واشرب فنجان قهوه بس يبدو ما في نصيب بتعملي لنا قهوه هلا لما يجي درويش بيعمل لك قهوه دخيلك حطي لي اصبعك فيها كمان نيالك يا جميل اهلا يا وسيم تاخرت ها لا شو تاخر من الفرشه لهون قهوه ما شربت بعدين بتشرب قهوه هلا بدي اشرب لك يا اخي وصينا على البطيخ هلا المهم شلون نقنع ورده تشترك معنا بالخطاط مثل ما اقنعنا امل ايه بس ورده غير امل يا سيدي نحن بنحاول شو حنخسر بجوز ما تقبل ها لك انت اتصل فيها جيبها انسه ورده يا ريت تجي لعندي شوي حاضر قولي مو أنا اللي بدي إياكي هالمرة الأستاذ وسيم بده إياكي نعم أستاذ أنسة وردة أنت بتعرفي أنا بكتب مسلسلات وبمسلسل الأخير أنا بحاجة لوحدة حلوة وجميلة وشفتك أنا بهالدور هاد فشو رأيك جربي التمثيل ويجوز كتير ها من أفا هالدور صيري نجمة عظيمة أنا آسفة ما بحب التمثيل شفت ما بتحب التمثيل ما بتحبيه لأنه ما بتعرفي حلاوته بس تأكدي تمام بعد أول مشهد حصير تحبيه كتير الأستاذ وسيم بهي معه حق أنا مثلك كمان أول شيء ما كنت حب التمثيل أبدا بس بعد أول مشهد شطه صرت موت فيه للتمثيل على فكرة أنت ما حتمثلي مع شخص غريب أنت حتمثلي مع الأستاذ جميل وحيكون دورك أنت وإياه سوا أنتوا لحالكم بس وبعتقد طالما أخذي وش على مديرك فما حتلاقي صعوبة بالتمثيل معه أبدا فشو رأيك بس على حد علمي الاستاذ جميل بده يمثل مع الانسه امل بمسلسلك مين امل شو جاب سيرتها مين امل السكرتيره اللي كانت قبلي وعلى حد علمي انه عملتوا بروفات مع بعض اكيد امل حكت لك صحيح هن عملوا بروفات سوا بس امل مو خرج الدور بنوب مو مناسب له بنوب وبعدين الدور بده وحده حلوه امل بشعه بده وحده مثلك الحلوات كتار بهالبلد دوروا على غيري عن اذنكم أنا ما قلت لك ما رح تقبل لك ضروري تخجلنا ابن ناقص شلون بدنا ناقص شلون بدنا نحل وضعنا هلا ما لنا غير أمل قولي مرحبا شوكي مرحبا وردة أهلين أمل الأستاذ جميل طالبني وعم يستناني على نار تفضلي عن إذنك يبعث لك حمى شو حلوة أدخل وعم تتغمر أهلين أنسة أمل شكرا أستاذ كيفك أنسة أمل زعلانة من مين منك ومن الأستاذ جميل خير بإيش مزعلينة الأستاذ جميل لاني على الدراسات وأنت وعدتني تحكي معه مشان يرجعني سكرتيرة ولهلا ما رجعني بسيطة طولي بالك هلا قليلي ما اشتقتي للتمثيل كثير أنا اللي عم حاكيكي هون وتأكدي إذا بتعملي دورك بالمسلسل منيح ترجعي فورا تستلمي مكتب السكرتارية صحيح؟ ايه طبعا صحيح انت ادي دورك بشكل جيد وبعدك ترجعي سكرتيرة ولا يهمك استاذ لح ادي دوري كأني عم عيشها بالحقيقة فهمها وسيم فهمها طبيعة الدور فهمها شوفي دورك الجديد كالتالي مصاري تعو حبيباتي تعو وقعت بنفس المشكلة ما بدي خبيهم شو بدي خبيهم ما في محل بعدين بقى
فكرة شلون ما اجت ببالي هي من قبل. أحسن شي اتحشون بالفرشة ونام عليهم، لا تقولوا لحدا. ما قلتي لي إن شاء الله عجبك دورك الجديد؟ طبعا أستاذ طبعا، خصوصا إني حمثل الدور مع الأستاذ جميل حبيبي. عادي، معناته اليوم الساعة 5 بنلتقي بالكافتيريا وبنبدأ بروفة على أول مشهد. أوكي أستاذ. أستاذ؟ نعم. شو صار بالمسلسل اللي كنا عم نعمل بروفات عليه؟ شو ما بدنا نصوره؟ أجلناه. لإمتى؟ لحتى الله يعافي المخرج، انجلط بالعناية المشددة. أنا مخرج؟ أبو رشا. مين هذا أبو رشا؟ لك شو منو هذا أبو رشا؟ المخرج تبعنا. أيوة. أستاذ؟ وهذا المسلسل مين بده يخرجه؟ أنا اللي كتبته، أنا اللي بدي مثل فيه، وأنا اللي بدي أخرجه. جربت المخرجين، ما ماشي حالهم منهم. أنت أستاذ؟ إيه أنا. إيه ماشي الحال، أنا تحت أمرك. وأنت بدنا نوقع العقد؟ عقد شو؟ عقد التمثيل. أستاذ أنتم الممثلين اللي بيمثلوا معكم بالمسلسلات، ما بيوقعوا عقود ولا بيشتغلوا ببلاش؟ لا طبعاً، بيوقعوا عقود لكان شو؟ بس إمتى؟ بعد ما بتخلصي بروفات وبتخلصي تصوير. أوكي. أم محمود هذا أنت، شو بدك سرناوي؟ بتسلم عليك يا ماما. الله لا يسلم فيكي، لا عظمي لا أنت ولا هي، شو بدك؟ وبتقلك عطينا صحن السداتي تبعنا. طارو ستاتي طارو؟ لك مو ستاتي، الصحن تبعنا. شو بدك فيه؟ صحننا ناكل فيه. خليكي تمركزي هون، رايحة وراجعة. محمود يمكن عم تجلي. ام محمود يمكن عم تنشفه. محمود لك ايه صرعتي راسي؟ امسكي هي الصحن الفاخر شيتكو. شو ها؟ شو اكله فيه؟ تاكلك الحوته، شو بدي اكل فيه يعني؟ روحي اطلع. سيهاتيا نعم. تعالي حبيبي، انتي غير امك، شو طابخين اليوم؟ بس ماشكات. هربي لي صحن، اذا ما بتقدري تنزلي بعتي لي مع امجد واغياد. اي حبيبتي انتي كرام عيني. تقبشيني روحي، ربي انتي وامك تدبي. قلتك هالمره هالخطه رح تنجح. لازم هاي الخطه تنجح، لانه اذا ما بدها تنجح ساعتها انا لازم انهي مسلسلي وانت بتسلم امرك لله وبترضى بنصيبك. ان شاء الله تنجح. بس انت المهم بتعرف شو بدك تساوي الساعه 5؟ بعرف. عظيم. لحقابله بكره شبنا انسي امل، شو القصه؟ ليش هيك عم تعيطي وتغني ومبسوطه؟ شو القصه؟ رح قابله بكره. لك ما بدك تحكي لي تصطفلي. صحيح ما قلتي لي شو صار مع الاستاذ وسيم؟ حكى مع الاستاذ جميل مشان ترجعي لعنده سكرتيرة؟ لكان ليش انا فرحانة وعم غني؟ والله معناتها وردت بترجع لامها؟ بترجع ما بترجع ما بيهمني، المهم انا ارجع سكرتيرة الاستاذ جميل. وانت امتى رح ترجعي؟ بس يخلص المسلسل. اينو مسلسل؟ فليش بدي اشرح لك؟ لا اشرح لك، وحتى لو شرحت لك ما رح تفهم. لك تمحقي، لا بدي اياك لا تشرحي لي ولا اشرح لي، المهم طمنتيني انه انت رح تنتقلي من هون. ان شاء الله. ورح قابله بكره. يا ليلي يا ليلي يا ليلي. انا التاني حقابله بكره. وردي شبكي سلوى، ماني شايفتك على بعضك اليوم. شايفت لك رح يصير معي مثل ما كان يصير معك. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. جوزي يا ستي. شو بو؟ زعلان. قال شو؟ ما كان لازم اسأله قدام امه وين كنت، اعتبرها ما حلو بحقه وتقليل من قيمته. الله يصلحك انتي، ما لقيتي تسألي غير قدام امه. قلت بدي فرجيها كيف اني عم بهتم بابنها. ايه وترك البيت ولا لسه؟ لا لسه ما تركه، بس زعلان وما عم يحاكيني. ايه بسيطة مو مشكلة، بعرفك انتي يومين وبتحلي الموضوع. لك والله احترت معه، عند اللي كنت تركته على حاله لا اسأله لا يسألني، كان ما يعجبه. وهلا عند اللي صرت اساله كمان مع ما يعجبه. لك قالوا لي شو اعمل لحتى ارضيه؟
لك حاجتك انت وياها، ما كن عرفانين تدبروا رجالكم. ايه انا وجوزي عشنا 15 سنة الله يرحمه. اخ ابوس روحه، ما في ليلة نمنا زعلانين. هنا امتى بدك تجي ننزل على السوق؟ ليش؟ ما بدي اقول لك منين اشتريت الكرسي الهزاز. ايه هلا مو وقته. بطلتي تشتري؟ لا ما بطلت، بس يعني بدي اجل الموضوع. لسه ما حكيتي مع ام محمود؟ حكيتها بس. بس شو؟ يعني ما عطتك؟ لك مو قصه ما عطتني، بعدين ليش تعطيني؟ انا بكره الله رح يرزقني رزقه اكثر من رزقتك. الاستاذ جميل بده يقبض له قبض المحرزه؟ لا انا اللي بدي اقبض. انت منين؟ لا شغلنا لا في لا قبض ولا نفض. اي ما من الشغل. اكيد ورتاتي لك شي ورته كبيره ما؟ ولا من الورته. لك منين بدها تجيكي هالرزقه؟ شبك شبك انت شبك، خلص من يا نصيب شبك شبك على هالحكي. يا أم محمود وين صرت؟ يا أم محمود. أم محمود لو سمحتي المريضة اللي هون أم محمود وينها؟ اسأل استعلامات على عيني. مرحبا يا صبايا حلوين. أهلا وسهلا. لو سمحتي اللي بالشارع الثاني أم محمود كانت وينها؟ عقبالك. شو ماتت؟ لا شو ماتت، راحت على البيت. عن جد؟ عن جد. يلا باي باي. أم محمود يا أم محمود. لك مين هاد كمان؟ كله صار بده يجي يتدين. هلا كل اللي بيسحبوا يا نصيب وبيربحوا هيك بيصير فيهم. مالي فاتحة مالي فاتحة، دقوا انفلقوا مالي فاتحة. خليني مرتاحة ونايمة على مصرياتي. نجحس حلا. مرحبا مرت عمي. كيفك؟ منيحة. كيف بنتك؟ منيحة. شو بدك؟ رحت على المستشفى اسأل عن مك مزيد ام محمود، قالوا لي طلعت وين عند بنتها ولا عند اختها؟ لا هون جوا. انت متأكدة؟ صار لي 5 دقايق بدون ما حدا فتح. بجوز تكون نايمة دق كمان. انت متأكدة انها جوا؟ طبعا هلا بنتي كانت عندها. بنتك كيفها؟ منيحة. هل شو بدك في بنتي؟ شو بدك؟ بدي حلواني. حلوانة؟ ايه. إيه لك روح دق عليها منيح الباب ولا تحل عنا. لو بعطيك الحلوان ما خلت حدا من الجيران الا وعطته. ماما جو. عن جد؟ يلا. مدموزيل ام محمود. مدموزيل ام محمود. مدموزيل. يلا اجيتي اجيت جايه انا. يلا ام محمود. الصوت سمعان منو هاد يا ترى؟ مدموزيل. روقي كل شيء بالرواق بيصير. ما في رواق بيني وبينك لا تقبضني. يا ام محمود انت ما قلتي لي راح تسامحيني بنصهم، حلوان ال 3 ملايين اللي اخذتيهم. ماشي انا مزبوط قلت هيك، هات 15,000. على عيني بس هدي بعد العكاز حتى نتفاهم بس بعديها. ماشي تفضل ادخل. يلا دخل دخل. ام محمود يا مدموزيل هاي ب 15,000 معي. ها بس انا جايب لك اللي بيخليكي تقبضي اكثر من هيك بكثير. وشو جايب لي؟ نمرة اليانصيب يلي بدها تربح الجائزة الكبرى بالسحب الجاي. وجايب معك ترضيتها؟ طبعا. معقول روى عليك 30,000 ثانيين؟ برافو عليك. إذا قلنا 70 و70 شو بس؟ لا يا ربي لا. إذا قلنا 65 و65 شو بيطلعوا؟ قديش بيصيروا يعني؟ شو هن؟ 65 و65. 130 ليش؟ خصوم 130 حق النمرتين وعطيني بقية 30,000 قصدي 15,000. ليش 130؟ حق النمرة العادية اللي بتخسر 70. ليه؟ لا زود علي. هذيك المرة بعتني نمرة ليا نصيب 65 ليرة والربحانة كمان مو الخسرانة. معناتها مالك نصيب. تفضل هاي مصرياتي. يعني ما بدك تخصم 130 حق النمرتين، بدك تعطيني اياهم بلاش؟ لا وانت الصادقة بدي اعطيهم لجارتك مرت عمي ام تحسين. حاكم ترجتني دبر لها النمرة بدها تربح الجائزة الكبرى
ووعدتني تعطيني حقها 50,000 وتجوزني بنتها. بدها تجوزك السرنوي؟ ام تحسين هيك قالي؟ ايه ايه، ام تحسين غيورة وحسودي وعينها ضيقة وغارت منك وبدها تصير غنية كمان. طول عمرها حسودة وبتغار، بس ما فشريت، ما رح تشوف النمرة بحياتها. انا رح ادفع لك فيها 1,000 ليرة. يا ام محمود يا ام محمود، عملك مرت عمي ام تحسين بدها تدفع لي 50,000، انت بتدفعي لي 1,000 بتريديني اخسر. بس انا وياك صحبة وقلنا تعاملات سابقة والصحبة لها حق. يا متموزيل ام محمود كلامك مزبوط، بس انا رجال بياع شراي اللي بدفع اكتر ببيعه. انت متأكد انه النمرة اللي معك بدها تربح الجائزة الكبرى؟ مثل ما اني متأكد لما بعتك النمرة الاولى. معناتها انت حمار. هاي جديدة، الناس بتقول عني اجدب. وستين حمار، لو كنت محلك ما بعطي النمرة الرابحة لحدا حتى لو دفعوا لي فيها 1,000,000 ليرة. صحيح، بس يا أم محمود ما بيكفي إنه الواحد يسحب النمرة الرابحة حتى يربح، لازم يكون عنده حظ، وأنا حظي زفت. أما أنت حظك يا ما شاء الله، مو كل واحد اسمه سعدية بنت مسعود. معه حق، لولا حظي والسحر اللي عملت لي إياه أنا ما كنت ربحت. طيب بعطيك حق النمرة 2,000 ليرة. ما بيمشي الحال. 10,000. بعطيك 15 اللي لي عندها. ما بيمشي الحال كمان. لك معوص بحط 5 فوقهم بيصيروا 20. يا أم محمود عم بقول لك أم تحسين دفعت لي 50، هاي غير الجوازي. يعني ما رح ترضى بال40 ولا ب50. إلك أن يا منيش على قديش بدك؟ بدي 60. كتير 60؟ على إيش 60؟ إيه طولي بالك، حتى سألتني مرت عمي أم تحسين بقول لها أنه أم محمود دفعت أكتر وأخذتهم. إذا هيك بسيطة رح أدفع لك 50,000.